ويلكم باك يا حلوين، كيف الحال؟ ان شاء الله تكون الف خير. وفيديو جديد عن بلوكس فود، اخيرا نزل تحديث وطبعا انا اخر ما ينزل عنه، بس يلا عادي بسيطه يا جماعه الخير. اليوم راح احكي لكم ونحكي بموضوع عن الاسلوب الجديد وترسبن الهيدره ومليون شغله، فراح ابسط لكم الموضوع كامل يكون شيء خفيف لطيف عليكم الكل يقدر يستوعبه. بس قبل ما نبدا كالعاده، صلى الله عليه محمد افضل الصلاه والسلام على يوتيوب، لايك هذا الفيديو عمره بتشوفني يا جماعه الخير. محشوكم كيرا داعيس اليوتيوب، والله يا ذو بالله الله يسامحنا على الكذب. بس طبعا قبل ما نبلش يا جماعة الخير، تعالوا على سيرفر الديسكورد، اللي حاب يدخل على الديسكورد، انت كائن ديسكوردي يعني اتفضل لنا على الديسكورد حبيبي، خلينا نتنور مع بعض، نفر مع بعض، نلعب مع بعض يعني. كمان اذا حاب تلعب معنا تعال، اهلا وسهلا. مش حابب كمان اهلا وسهلا، شو بدي اقول لك يعني. طيب يا جماعة، تحديث 20 نزل والجزيرة الجديدة نزلت، مليون قصة نزلت. فانا اليوم راح احكي عن موضوع الاسلوب الجديد الخرافي الاسطوري، تمام؟ بداية المقطع احكي انه مكان الاسلوب وين. شوفوا خلونا نحكي وين مكان الاسلوب حبة حبة، تمام؟ عندنا شايفين هذا الذيل، هاي القريه اللي هون، في ذيل فوق اخضر تنزل عليه زي هيك، شايفين هذا المكان هيك عند الريسبون بالبدايه، بتيجي هون زي هيك لقدام شوي لقدام شوي، راح تلقوا وين، راح تلقوا ايش، هولي شيت مان، راح تلقوا ايش، انا ضايع والله ان انا ضايع اكثر منكم بالتحديث الجديد بصراحه، للامانه يعني للامانه. المفروض انه قريب. العيد ايوه لقيته. بتيجي هون زي هيك لقيته. بتيجي هون، هاي شايفين كل شيء هيك امور تمام، هاي الذيل اللي كنا نحكي عليه كله ذيول هو. بتيجوا زي هيك هون، بتفوتوا زي هيك من هذا الباب، سلام عليكم، سلام عليكم. بتفوتوا واحد انت تلاقيه عنده بوت اسمه الشافي، هذا بتحكي معاه زي هيك، بقول لك يا زلمه انت شو مفكر حالك، شو جاي تسوي عندي؟ يو ليك ا كولد هارت، بدك القلب البارد اللي فيه قلب لونه بارد زي قلبي انا، كيف؟ بس انا وجهي بارد مش بس قلبي. فبده القلب البارد، هذا القلب البارد عشان نجيبه طبعا هسه بنحكي عنه شو سبب. اي يا اخوي صديق انت مين؟ اوكي، هذه اول خطوه بدك تسويها تمام عشان الاسلوب. ثاني خطوه بدك تطلع فوق، تضلك سالخها فوو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 و
تحكي معاه قول له السلام عليكم تم على كلوز وبطلب منك تشتري من عنده ب 4000 فرايجمنت كانه او شيء زي هيك 4500 بدك تدفع له. ما بعرف شو الفايده من الخطوه هاي بصراحه نهائيا ولا لها علاقه بالموضوع, بس المفروض انك تسويها, لازم تسويها يا جماعه, احتياط لازم تسويها, يعني نعمل اللي علينا نحن. فسوي الحركه هاي يا جماعه الخير. تمام تمام اوكي. حاليا بدنا ننزل نلاقي في اشي اسمه دقيقه, مش شون بعرفه من الجنزير انا. دقيقة في جنزير, هاي جنزير شايفين هذا الجنزير اللي هون, هذا شايفين هاي الخطوة الثالثة. في هون درج لازم يكون مخفي كأنه, هيو ننزل عليه. سلام عليكم, نيجي للشارك هنتر. طبعا عندنا أكثر من شغل نعمل كرافت, هاي ايتمات أنت بتعملها, مثلا التوث نيكلس اللي هو قلادة التوث الأسنان, أسنان القرش. تمام بتجيبهم بتصنع الشارك توث نيكلس, بس ما بدنا يعني احنا حاليا بدنا أهم إشي, أهم إشي اللي هو هاي آخر وحدة, اخر واحده اهم شيء اللي هي المرساه. انا طبعا مش فاتحها عندي, شايفين مسكره. ليش مسكره؟ عشان تفتح عندي لازم انه انا اصنع هذا وهذا اللي هو التيرور جاو والتوث نيكلاس, لازم افتحهم الثنتين اصنعهم, بعدين بفتح الخيار الاخير وبصنع المرساه. فكثير مهم تعمل الحركه هاي, خليها معك انت ما راح تخسر اي شيء, لازم تكون معك. تمام 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 اوكي. هيا خلينا نطلع لفوق كمان مره, نطلع لفوق كمان مره ان نلاقي هيك وين. ايوه ايوه هذا الطريق, هذا الطريق, هذا بقول لك انه اسهل اشي رسم عندك الهيدرة من هذا الطريق. تمام فخلوا رسم القارب صغير يا جماعة الخير, الرسم لنا قارب هيك معتبر لطيف. في اشي اسمه سوان بتذكر انا, لا سلايت سلايت, ايوه ما 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 قلنا غيرك, انت صديق طبعا, صديقنا الصدوق. اصلا قارب عندي بصراحة للأسف. اوكي شباب لازم تكونوا هون ست اشخاص. كيف يعني ست اشخاص؟ بتكون تكونوا ست اشخاص بنفس المركبة, او يفضل بنفس المركبة عادي, بيقدر كل واحد يرس من سفينته ويمشي, تقدر طبعا طبيعي, بس الاحسن انك انت تكون ايش كلياتكم بسفينه واحده عشان يرس منكم, لانه لازم تكونوا ست اشخاص, يعني خمس اشخاص اصحابك وانت سادسهم, وتلففوا بالبحر. مش تلففوا, لازم في عداد عندكم على اليمين على البوصله, على الشمال على البوصله, شايفين هاي اللو ورقم واحد, هاي تعتبر نحكي عنها عمق البحر, يعني انت عم تتعمق بالبحر لجوا, كل ما تقدمت اكثر كل ما نزلت النسبة. طبعا لازم توصل النسبة الرقم هذا واحد, لازم يوصل لرقم ستة يا جماعة مشان ترسمن لك هاي الجزيرة. ممكن ترسمن بوجهك فجأة لعغفلة ما بتعرف انت وحظك, بس كثير نادرة حسب ما سمعت, يعني كثير كثير نادرة. وانا موسيقى هاي تبعت بابا نويل قهريتني, اسمع ايوه. المهم ممكن تلاقي كمان تحكي لك الاشاعات, تلاقي الميراج جوا, لان مش جايب الريس زي حالاتي انا, مش جايب لحد هسه الريس V4,
فان شاء الله راح نستفيد من الشغله هاي، راح استفيد من الميراج واجيب الريس عن طريق الموضوع هذا. تمام اوكي. فزي ما حكينا الموضوع كثير نادر كثير صعب، الجزيره صعبه يا جماعه، بدك يضلك سالخها هيك، هي صرنا ليفل 3. اهم شيء تكون تعرف تمشي بالحياه وتمشي بالقارب، لانه ما ضل تخبط بهاي الاشياء الصخور هاي اللي عندك، كل شوي ضلك طاقع فيها طب طب، ضلك نازل فيها معلق زي وات ذا هيل. ايش هذا؟ مين ابن مين هذا؟ شو مين هذول؟ وات ذا هيل مان؟ مين انتو؟ وات ذا هيل؟ هي هي صديق، اتوقع انه هذول بيعطونا شغلات الكرافت صح؟ اكستريم 4. طيب ماشي ماشي، مشكله انا ماكل ضوء، في مجال تعطوني فرصه اكل ماجما؟ الماجما كثير قويه، دمجها كثير عالي. تمام، فنعمل ايتمات نحن زي هيك، نعمل اكسسوارز. لا 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 تترجر ماجما، هاي ماجما، هاي الماجما فروت. انا ليش نزلت من القارب يا جحش يا في القارب؟ لا صديق القارب مان مان بليز كول ماجما. اهدا وحده الله وحده الله يا شباب، وحده الله وحده الله، اعطيني الماجما يا رب ما يعيد اللعبه من اول. رستني ان شاء الله ما رستني، ما رستني. اوكي بسيطه بسيطه بسيطه. وين الشباب هذول الطيبين؟ مش شايف حدا فيه. تعال 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 تعال، انا ما عرس قرش، ما راح اخاف من شيء، انا ما عرس قرش. اوكي لحد هسه تمام، اعطيني هذول هيك، اعطيني لفوق، بدي اجرب اقتلهم بس قدامكم، احب اقتلهم لاول مره انا لاني ما بعرف ايش يسووا. اوكي تعال خلينا نشوف، قرب يموت يا جماعه، قرب يموتوا. هدي 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 حالك، هدي حالك انت، هدي حالك حبيب صديق، هدي حالك هدي حالك. فور ذا هيل مان واو. طب هدي لي حالك، ايوه تعال 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 تعال. اوكي وين راح؟ تعال صديق صديق تعال تعال. يا شباب ما ماتش ولا كيف اموت ولا؟ هاي مات ما اعطاني شيء، وات ذا هيل مان ما اعطى شيء، وراح القارب علينا. اوكي راح نرجع نعيد ونجيب قارب ونيجي. وحده الله وحده الله يا شباب، شباب زي ما حكينا لا تلتوه باي شيء بيطلع لكم، شو ما بيطلع لكم انسوا الموضوع، صرنا اكستريم 4 بالبحر، انسوا الموضوع، خليهم يضلهم يفقعوا لبكره. ايوه ايوه يلا اقلبوا شكل انت وياه، بوي لعن ابو شكلك، ما علينا منهم يا جماعه الخير. في 65 مسج فوق، ايش هذول؟ اه والله عرب طلعوا، والله ما شفتهم انا. ماله؟ وحش بحر رسبا، اه سبحان الله الاغراءات كيف تطلع للبني ادم، طلع كيف بدهم يغروني؟ يغروني مشان اروح لوحش البحر، بس انا ما راح اروح له، هاي في واحد غاد اساسا. تمام؟ طبعا لما تكونوا ست اشخاص ضروري كثير انكم تكونوا عاملين تحالف عشان ما تدمجوا بعض ويطلع لكم هيك شغلات فجاه بنص البحر، عادي ابعدوا عليهم ابعدوا مالك انه شفتوا اشي، بس ان شاء الله ما يطلع لنا قرش، لانه طلع قرش رح نجيب العيد، العيد رسمي. اوكي قربنا لسته، مستوى سته، عمق سته بالبحر، قربنا يا جماعه الخير. هذول ايش لاعبين ولا مين هذول؟ آه شكلهم لاعبين حقيقيين مش بوتات. لا لا لاعبين والله ما انا قادر اميز، انسوكم منهم خلص، اسحبوا على كل شيء اسحبوا. قربنا لسته، تخيل تطلع بوجهنا، تخيل تطلع بوجهنا واحنا معناش لا سفينه ولا اشي. وات ذا هيل مان، هي هي الدنيا صارت سودا فجاه، بس عادي ضلك معطيها مكمل دغري، ضلك مكمل بطريقك يا صاحبي لبين ما مش عارف تطلع بوجهك الجزيره، يطلع بوجهك ميراج، الله اعلم شو يطلع لك، بس انه يعني ما في داعي تروح كثير لجوا، عادي ممكن تطلع بوجهك اول ما اول ما تدخل العالم العمق السادس تلقاها رسمة انت بوجهك دغري، بس انت ونصيبك يعني انا كثير نادره، كثير 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 ما شاء الله نصيبي كثير حلو انا، يعني لا ميراج ولا هيدرة جديدة الهيدرة ولا اي اشي ولا اي جزيرة ولا غيره ولا بطيخ يا صديق صديق صديق. وات ذا هيل مان، وحش بحر وحش بحر صديق، حل عني حل عني وحش بحر، يبغى الدنيا سوء منظره محلاه الاسود. واحد الله اخوي، واحد الله صديق، بدون اشي انا مش شايف صديق، بعرضك لا تعمل فينا هالمقلب بالله عليك. ايوه 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 بوتات بنص البحر، انسوا الموضوع، كمل كمل اخوي كمل طريقك ولا كانه في اشي وراك نهائيا ابدا. ليفلهم 2000. وات ذا هيل مان، وات ذا هيل از ذيس مان. طبعا عشان تسحب القلب يا حبيبي مش راح تمسك اصحابك انت وترمي حبال وجنازيه وتسحب القلب لشافي، لا الموضوع مش هيك يا جماعه. تعال افهمكم شغله صغيره لازم تعرفوها، احنا عند مكان الرسبون هون تمام، راح نيجي نطلع لفوق شوي صغيره بس، ايوه نطه نطتين ثلاثه اربعه، توصل هون زي هيك لازم تسحب القلب بسفينه، هذا البوت بيعطيك اسمه بيست هانتر. تمام شوفوا علي جاي، نعمل كرافت لاشي اسمه بيست هانتر يا جماعه الخير، لازم تصنع سفينه مخصصه عشان تسحب هذا القلب للشافي مشان يجي عندك الاسلوب. تمام تمام، بس الفكره الحلو بالموضوع يعني انه مش شرط انه كل واحد لازم يجيب السفينه، لا تقدر انت تشوف واحد من اصحابك عامل المهمه هاي عنده سفينه، ما راح تحتاج اي شيء، كل عليك تفوت تذبح الهانتر وتسحب ويسحبوا لك القلب، ولا انت مبروك عليك الاسلوب دغري بيجيك. تمام يا ابطال تمام يا حلوين، لهون امور تمام، فانت حاول انك تشوف واحد عنده سفينه وحالته حاله احسن ما انت تقعد تعمل كرافت وتجيب ماتيريال وتجيب عده وقصص على شيء فاضي وتضيع وقتك، حاول تشوف واحد من اصحابك ومع سفينه واسحب الاسلوب كله اللي عندك.
طبعا يا جماعة الخير انتو بس تسحبوا القلب واموركم تمام، رح تروحوا عند شافي طبعا، رح يطلب منكم شافي اخونا بالله 5 مليون فلوس مبدئيا و5000 فرايجمنت، الفرايجمنت العملة هاي، فانت روح اذا مش مفرم زي حالاتي طبعا انا 1200 هو بده 5000، الخمسة ملايين معي 117 مليون بده 5 مليون بس فلوس عادي، اما الفرايجمنت هون المصيبة يا جماعة، كان لازم انا من زمان افرم عليها قبل التحديث، بس الواحد بيكون بتيس بصير جحش، بعرفش ليش انا ما كنت العب بلوكس ابدا الفترة اللي راحت، فراح تروح عنده وتدفع له هذول. بس بضل في عندنا كمان شغلتين يا صديقي العزيز انت وياه، في شغلتين راح يطلبهم منك كمان شافي مشان الاسلوب، اللي هم شغلتين بسيطات. الشغلة الاولى اشي اسمه ديمونيك ويسب. الديمونيك ويسب ايش هو؟ اللي هو هذا الشيء، هذا اشي ديمونيك ويسب معي 99 الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. كيف معي 99؟ والله ما بعرف. هذول كيف بتجيبوهم؟ تيجوا عند السفينة، القلعة عفوا مش السفينة، تمام، خلينا نطير بالماجما، اوكي. في بوتات جوا، اذا معك بودة انت كمان بكون وضعك اريح واريح، اذا معك بودة لانه البودة بتعرفوا كيف بالتفريم شيء صاروخي يعني، تمام. بس افصل لي هاي زي هيك، تعال وصلني لغاد، اوكي. افرجيكم البوتات اللي بتعطيكم هذا الماتيريال اللي هم هذول، هذول الديمونيك، ديمونيك سول، ارواح الصرمين. بضلك تفرم عليهم قبل ما انه يطلع لك من هاي الشغلات اللي هو ديمونيك ابصرتوه. والله مشوار يا جماعة الخير، سلخت لكم مشوار من العالم الثالث للجزيرة هاي، اشي على كيف كيفكم، والله طلع مشوار بعيد. عموما هذول بيعطوا الفامباير فانج، هذه البوتات تعطيهم، تمام. خلنا نجمعهم على السريع لانه انا لازم اجيب، بدي 20 وحدة من هاي و20 وحدة من اللي قبليها عشان اخذ الاسلوب مع 5000 فرايجمنت ومع 5 مليون مصاري فلوس عادية، تمام، عشان تكونوا عارفين 20 ب 20، اوكي اوكي. تعال جاي، اوكي تعال. يا رب انها تنزل، بس ضروري انها تنزل بس لانه نقعد نفرم صديق. ايه ليش الوضع هيك؟ ايش ليش اللاج هذا كله؟ مان ولا واحد اعطاني اياها، الله اكبر يا جماعة الخير. فامبيراتي شغل باتمان هذا مش عندي حبيبي، انت وياه هذا زي هيك هاي طلعت فامباير فانج، اعطونا واحدة اخيرا اعطونا واحدة يا جماعة الخير. خلنا نشوف والله شكلها، بس اشوف هون زي هيك ايتم الفامباير فانج، هيها فامباير فانج هذا الاشي، فبدنا 20 منه وبدك 20 من اللي قبليه، شو كان اسمه قبلي؟ اسمه ديمونيك، هذا بدكو ديمونيك كمان 20 عشان الاسلوب. بس يا جماعة الخير لهم يكون صنت مقطع، ان شاء الله الفيديو عجبكم، طبعا هذا شرح هيك بسيط مبدئي مشان تكونوا عارفين التحديث وشو فيه شغلات، تمام. انا راح احاول افرم حسب شغلي وحسب الظروف، راح احاول افرم اجيب الاسلوب واستعرض لكم يعني قدامكم افرجيكم حركاته، اكيد طبعا شفتوه كلكم بفيديوهات ثانيه بس انا لازم انزل لكم اياه. طبعا الفيديو الجاي راح يكون باذن الله تعالى عن فاكهه الصوت، واحد اسمه جوي بوي هيك شاب مرتب مثلكم اعطاني اياه هديه، وين راحت الساوند؟ هايها هاي هي فاكهه الصوت الجديده، ان شاء الله نكون ان شاء الله الفيديو الجاي ونتعرف عليها يا جماعه الخير، وان شاء الله نشوفكم فيديو احسن من هيك، اشوفكم ان شاء الله مره ثانيه، السلام عليكم.